الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أربع سنين ما بقاش الخدمة، ولدي من الباك خرج ما تيتلاوح، مرة يخدم في القهوة، مرة يخدم في المارشي، مرة يخدم في الصباط، ما بقاش الخدمة، تيتكلفط. أنا باع وشرا في التيسير في الخد، والو عانى بزاف. وأنا عانيت، أنا مكرفصة، هي الوليدة غنمشي وغادي نعاونك وغنحيدك من هاد التمرة كاملة. ادعي معايا الوالدة نمشي ادعي معايا. كتحنين فكر والي بزاف، مام بلي ما تسمع صوته في الدار، ما يتشرط عليك هاش تحطي لي هي اكل ولا خي يقولي يكون العج بيضة الوالدة طيبه لي وخليني الناس يتشرط عليا، ما يقول لي ما يتزاحم معاك، ما يتنطر مع خوته، ما يتخاصم مع خوته، ما والو، شاد ثقة يضحك داخل يضحك خارج يضحك. مشى نهارتني بحال اليوم، مشى مع الوحدة ونص، خرج من هنا الوحدة ونص، خرج من هنا قال لي الوالد عطاني مشى عندي الخدمة مع تسعود قسمين، جيت نجري قلت لي شنو، قال لي الوالد ادعي معايا وصلي ودعي معايا باسنينة وباسنينة، شوفي شي مشكون صافي. قلت لي شنو بغيتي، قال انا صاحب غنمشي فلوس كثيره، قال لي الوالد عطاني 3000 ريال باش ما ناكل في الطريق وباش نركب وباش نحسن الحراق. حا معيط لينا حنا 3 شهور، في الشهر حنا باش دافع الفلوس في موافقاش فلوس الوالد، هما 4 دراري 10 المليون نجمعوا كاملين وصافي. ولاد الحومة هنا هو واحد جوج ميت مية حدا مجمع هسا وحدة، وأنا في زرقة، أنا في زرقة، هما 4 مصيفطين فلوس في وفاكاش. هو ماشي ولد كازا، الأول جديدة يمكن، مدينة جديدة، مدينة جديدة، واللي مكلف بيهم في إيطاليا، تعيط من إيطاليا. يتدخل تيقول لي انا ولدكم واولادكم واصلين راه في جنب البحر، مني في جنب البحر عيط لهم ينقذوهم، علاش خليتهم في البحر تمات. مشى هو يمكن خرج هو الرئيس اللي داهم، خرج وخرج معاه جوج دراري وما علمش بهم بانه الدراري كاينين في البحر، يعني تخلى عليهم. تخلى عليهم شنو العقوبة اللي بغيتي ليه؟ إعدام. أنا بغيت ليه، وكاع اللي تيحرك الدراري خصهم يتعدموا. كيتكرفسوا الوالدين كيتكرفسوا الوالدين ياك الوالدين كيتكرفسوا الوالدين، شكون اللي محروق دابا؟ والديهم بين هادو اللي خدوا 10 مليون ومازال كيبيعوا يشريوا فر واحد ديال عباد الله. ولدي يا ولاد راه وصلوا، راه وصلوا، راه بقات لي معير جوج كيلومتر ويدو وصلوا، قال لي مرا وصلتوا قلب بيهم الفلوكه، قلب بيهم وقال لي مسيروا ضربوا على راسهم، ما داوش الجيليات، ما شراش لهم حتى الجيليات باش يحميوا راسهم، ادى الفلوس زيدوني 20000 الواحد، ملي زادوهم 20000 الواحد اشرى بديك 20000 ريال، شوف شحال من واحد 28 ولد، الواحد خدم نعدو 20000 من غير جوج ونص، غنشري لكم نشري لكم نشري لكم. يعني الوالدة جوج مليون اللي عطيتيه عطيتيه باش يهز لكم ولادكم ويلعبهم في البحر؟ اه صافي ياك. انا ما عنديش، انا ما عنديش عبد الله، انا راه خدامة معاه في الحمام، ما عنديش حتى نعرف انايا، بغيت ولادنا كلهم يجيو هنا يدفنوا هنايا، انا ما عنديش باش نجيب ولدي، نطلب منهم يساعدوني يجيبوا لي ولدي هنايا، اش اللي تنطلب، جيبوا لينا وليداتنا، راه حنا كلهم هادو اللي ماشيين ما في حالهمش، الوليدات كلهم اللي ماشيين ما في حالهمش، وكاين اللي خدام مسكين عا في البلديه، وكاين اللي خدام مع سكيريتي، وكاين اللي خدام يعني يكون عندهم ولادهم ما يحرقوش حاجه باينه. ولي واحد الوليد في السكيريتي راه عنده معبيته مريح، عائله كبيره ساكنه ما عندهمش، انا ساكنه عبد الشيخ ما عنديش مروز في عيني ملي ندوي معاه، يقول يا الوالده الوالدات يا الوالده عكوني هاني يا الوالده الوالده والوالده ويقول يا الوالده الوالده. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.